الحلقة التانية من حلقات التعرف على كل نوتات الجيتار على الفريت بورد. اهلا بيكم في الحلقة التانية اللي احنا هنتعرف بيها على نوتين تانيين من نوة السلم الموسيقي على فريت بورد الجيتار كلها. هنحفظ الفريت ان شاء الله لما تخلص كل التمرينات دي كلها. افتكر الاسبوع اللي فات احنا عملنا المي والسول وعملنا التمرين عليهم لمدة 5 دقايق في اليوم على سرعة 40 على المترونوم. الاسبوع دوت هنعمل 5 دقايق بتوعنا بتوع المترونوم على نوتة المي والنوتة السول زي ما هم 5 دقايق لوحدهم، خليهم شغالين معك. وحنعمل 5 دقايق تانيين الاسبوع دوت على النوتين الجداد. اول نوتة هتبقى نوتة الفا. الفا عندنا عند الوتر السادس هتبقى على الصباع الاول. الوتر الخامس هتبقى النوتة نمرة 8. الوتر الرابع النمرة 3 بالصباع الاول. الوتر التالت هتبقى بالصباع التالت على الخانة نمرة 10. الصباع الاول على الوتر التاني في الخانة نمرة 6. وبرجع بنفس الصباع على الخانة الاولى في الوتر الاول. 1 8 3 10 6 1. ممكن تبدل الصوابع، يبقى الصباع اللي موجود على الوتر الثاني بالصباع الثالث عشان يخليك تعزف الثالثه من هنا والاولى من هنا، او ممكن واحد وبترجع تاني واحد زي ما تحب. بدل عليهم الاثنين، بس اهم حاجه تبقى حافظ مكان الخانه بالظبط في نوته الفا. هنعمل التمرين نازل تمرين راجع تاني بسرعه 60 دقه في الدقيقه مع المترونوم. تمام جدا. عايزين النوته اللي بعدها، نشتغل على النوته اللي بعدها، نوتة الله. الله هتبقى على الوتر السادس بالصباع التالت على الخانة الخامسة. على الوتر الخامس هتبقى الوتر فاضي. على الوتر الرابع هتبقى بالخانة الخانة السابعة بالصباع التالت. الوتر الثالث هتبقى الخانة الثانية بالصباع الأولاني. الوتر الثاني هتبقى الخانة نمرة 10 بالصباع الثالث. والوتر الأول هتبقى الخانة الخامسة بالصباع الأول. كده خدنا نوتين المرة دي، فبنتمرن الأسبوع ده 10 دقايق الاثنين بسرعة 40 دقة في الدقيقة. أشوفك الحلقة الجاية.